اخوانا انا لقيت الوصفة السحرية ازاي نحول الشيطان لملاك في السينما الامريكية في اقل من 3 دقايق. اول حاجة احنا هنعمل فيلم امريكي جديد لسه نازل من حوالي اسبوعين اسمه جولدا. الفيلم ده بيتكلم عن رئيسة وزراء اسرائيل ايام حرب اكتوبر سنة 1973، الحرب اللي انتصر فيها المصريين على الاسرائيليين وقدرنا نسترجع او نستعيد سينا منهم. اول حاجة هنبتديها في الفيلم ده اللي احنا هنخش على الحرب على طول من غير اي سياق للي حصل. هنحسس المشاهد ان سينا دي جزء من اسرائيل وان مصر دلوقتي مش جاية تسترجع ارضها، لا هي بتحتل ارض غيرها. ونفضل بقى طوال الاحداث نملاها لك بمشاهد درامية تحسسك ان رئيسة وزراء اسرائيل دي فاضل لها تكة ويطلع لها جناحين وتتحول لملاك. نظرات من الحزن بتبين وطنيتها وحبها لارضها ومسؤوليتها اتجاه شعبها وانهم الجانب الضعيف مكسور الجناح اللي اتاخدوا غدر في الحرب دي. واتاخدوا غدر امتى يا معلم؟ في عيدهم المقدس، على اساس يعني ان المصريين كانوا بيحاربوا في يوم عادي ما كانش رمضان، وده بالنسبة لنا احنا كمسلمين حاجة مقدسة وكبيرة، والجنود المصريين اللي شاركوا في الحرب دي كلهم كانوا صايمين. بس طبعا احنا مش بنتكلم عن المصريين دلوقتي، احنا بنتكلم عن معاناة رئيسة وزراء اسرائيل والجنود الاسرائيليين اللي بالمناسبة كل شوية هنسمعك صرخاتهم في حرب 73 وهم بيتألموا وبيطلبوا النجدة وبيطلبوا ان رئيسة الوزراء تنقذهم لدرجة هتخليك انهم يصعبوا عليك. بس مش هنسمعك صرخات جنودنا المصريين في حرب 67 في يوم النكسة، اليوم اللي اسرائيل خدت فيه جزء من ارضنا وقتلت فيه الاف من شعبنا. مش مهم صرخات المصريين، خلينا في معاناة الاسرائيليين دلوقتي في حرب 73. هنحكي القصة بالكامل من منظور رئيسة الوزراء، مش هنجيب لقطة واحدة بس للسادات وهو بيعلن قدام العالم كله انه ناوي على السلام مع اسرائيل سنة 71 قبل الحرب بسنتين في المقابل ان اسرائيل ترجع سينا لمصر. بس رئيسة الوزراء البريئة الكيوت دي بترفض ده. دي حاجة مهمة وبتعرفك اكتر بسياق اللي حصل، بس طبعا مش هنجيبها لان احنا دلوقتي بنحول الشيطان لملاك زي ما انا بقولك. طب فاكس ما بين صراع مصر واسرائيل، ايه رأيك نعمل لك فيلم اسمه American Sniper؟ الفيلم ده بيتكلم عن قصة كفاح جندي امريكي كان مشارك ضمن الجيش الامريكي في احتلال العراق. مش هنوريك وهو بيقتل بقى الاطفال والستات والرجالة العراقيين اللي بيدافعوا عن ارضهم، لا هنوريك الجانب النفسي الجانب الانساني منه عشان نحاول بقدر ممكن نخليك تتعاطف معاه. هو بيقتل العراقيين المدنيين بس بيقتلهم يا عيني وبيتعذب من جواه، حاسس بالذنب، وبعد ما بيخلص قتلهم وبيرجع لبلده بيمر بحاجة اسمها PTSD او صدمة ما بعد الحرب، وبيعاني جدا وبتحصل مشاكل ما بينه وما بين مراته لانه بيتعذب نفسيا كل يوم، وده بيخليه انسان توكسيك مش قادر يتعامل مع اللي حواليه. احنا هنركز طبعا على معاناة الجندي الامريكي وهنسيب معاناة مئات الالاف من العراقيين اللي اتقتلوا. او نعمل مثلا حاجة لأوبنهايمر مخترع القنبلة الذرية اللي قعد 3 سنين يخترع القنبلة الذرية، بس بعد ما اخترع قنبلة قادرة على قتل مليارات من البشر بيستغرب يا عيني لما امريكا بتنزلها على اليابانيين وبيقعد يعيط وجواه حاسس بالذنب، ندم على اللي عمله في البشرية. هل اوبنهايمر حس بالذنب في الحقيقة؟ حس بالذنب، بس انت اللي اخترعت القنبلة يا مان، ما ينفعش تشيل نفسك من العقاب. افلام حلوة وجميلة ولذيذة معمولة كنوع من انواع التعاطف مع المحتل عشان نحاول نبرر جرائمه دي باعتبار انه ضحية. وبكده عرفنا الوصفة السحرية في ازاي نحول الشيطان لملاك. قولي رأيك في الكومنتات وبيس.